افتتحت فعاليات المعرض السنوي التاسع للتعليم الفني أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية. ضم المعرض كافة منتجات طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني الزراعي والفندقي بمشاركة تلاميذ الوحدة المنتجة بالتعليم العام بالإدارة التعليمية المختلفة بالإسكندرية. هذا إضافة إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك. كل المعروضات اللي تمت النهارده واللي شفناها كلها من صنع ايدين ابنائنا سواء في المدارس الفنيه الزراعيه او من المدارس العام، وده على ما اعتقد يعني منتج رائع. الاسعار بتاعته النهارده زي ما انتم شفتوا يمكن وكلهم الناس تجولت تقل عن السوق يعني حوالي 40%. كل ما يحتاجه الشارع السكندري موجود النهارده. المعرض ناجح عندنا السنه دي، وعملنا احنا رمضان عطينا سلع بفضل الله يعني رخيصه جدا اشاد بيها لكل الجمهور الحاضرين. عملنا منتجات مخبوزات كنافه وجلاش وقطايف ما يخص كل رمضان موجود.